السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البتنجان المسلوق بطريقة تحفة زي المحلات بالظبط، وهقول لكم سر اللون الاحمر اللي هو الجميل ده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بس اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس على الكل، وما تنسونيش باللايك لو الوصفة عجبتكم. النهاردة بقى هنشوف اول حاجة لازم نختارها، البتنجان واحنا بنجيبه لازم يكون اسود بيلمع كده، والعنقود بتاعه ده يبقى اخضر زي الفل كده. تاني حاجة انا ما بشيلش خالص حاجة منه، بس اللي عايز يشيل الحتة اللي انا شلتها دلوقتي دي يشيلها علشان ما تاخدش مساحة معاه في الحلة. انا بغسله كويس جدا وبروح احطه في مية ساقعة عادية جدا خالص، ما بعملش حاجة اكتر من كده. بس ايه سر اللون الاحمر يا شيرين؟ ان انا هنزل بحته من البنجر في الميه دلوقتي، بس انا صراحه نسيت فهحطها بعد شويه. اهو بصوا البتنجان ده ما بياخدش الا 10 دقايق بس يقلب قلبتين كده، وتقومي طافي عليه على طول، اول ما تلاقي لونه غير كده بالظبط يبقى خلاص كده استوى البنجر. انا نسيت احطه في الاول بس مفيش اي مشكله خالص، انا عايزاه يلوني لون الميه، فطبعا المية سخنة اول بينزل فيها هيلونها على طول وبيدي لون حلو جدا للبتنجان. بصوا البتنجان طري بس مش اللي هو مستوي قوي، لا مستوي حلو نص سوا كده عشان هو لسه هيستوي مع الملح والمية. بصوا الجمال ما شاء الله، انا طلعته على طول، اوعي تسيبيه في المية السخنة، اول ما تنزليه على طول تكفي عليه النار تقومي مطلعاه في طبق تاني. بصوا المية لونها تحفة ازاي، حلوة حلوة قوي، اوعي ترميها. المية دي هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. دلوقتي انا جبت قرن فلفل اخضر، قرن فلفل احمر، معلقة كبيرة من الملح، وهحط عليها معلقة ثوم كبيرة وشوية من الخل، وهستخدم طبعا ليمون، اللي عايز يحط كمون او يحط بابريكا يحط، اللي عايز يحط خضرة يحط بقدونس او كزبرة مفيش اي مشكلة هيبقى طعمه حلو، بس انا النهاردة مش حابة اي اضافات. بصوا بقى بعد ما برد خالص، طبعا لازم تسيبيه يبرد والمية تبرد، هشيل بقى بكل سهولة. شايفين بقى الجمال، وتحافظ على لون البتنجانة ابيض وزي الفل، شايفين الحلاوة ما شاء الله، هو ده اللي انا عايزاه. يعني مش كنتش عايزة اشيل، اوعي ابدا ابدا تفتحي البتنجان وانتي بتسلقيه خالص، ولا تيجي جنبه خالص عشان ما يسودش من جوه. بصوا ما شاء الله البتنجانة محتفظة بمركزها، بس كده. يلا بقى نحشي مع بعض. شايفين الكبة اللي جايباها من سنتر هي وبس تحفة ازاي، ونعمته ازاي، خلت التوم تحفة، حطيت طبعا عليه شوية من الخل. وهقول لكم دلوقتي اللي بيتعب من التوم يعمل ايه. بصوا انا بمسك البتنجانية كده وبالسكينة وبقطعها من النص، بس مش لغاية الاخر طبعا، اقطعي حتة كده عشان تعرفي تحشي او بايديكي، هو طبعا طري هيتقطع معاكي بكل سهولة. اهو بصوا ما شاء الله حلو جدا، ودلوقتي وكمان هيكمل لسه سواه زي ما قلت لكم في ملحه. البتنجان ما بتحطلوش ملح كتير زي المخلل التاني، لانه هو اولا مش بيقعد فتره طويله، وثانيا هو بتنجان يعني مش زي المخللات التانيه ما بيبقاش حادق زيها، هو اصلا مستوي يعني. شايفين ما شاء الله، دلوقتي بتجيبي معلقه صغيره بقى وبتبتدي ان انت تحشي. هحط ليمون بس مش دلوقتي. اللي معدته مثلا بتتعبه بقى من التوم بعمل ايه؟ انا بجيب شويه خل ومعلقه التوم واغليهم مع بعض غلو على النار، بتكسر من حديه التوم، يعني اللي عنده قولون تعبان او كده يعمل الحركه دي ينسى خالص ان التوم هيتعبه ان شاء الله يعني. وبصوا ببتدي احشيه بالشكل الحلو قوي ده، شفتوا الجمال بقى؟ يلا اتفضلوا معانا، جميل جدا، يتاكل جنب الباميه جنب الفول جنب اي حاجه. السر التاني كمان ايه؟ ان انا باخد شويه من الخلطه بتاعتي واحطهم على الميه دي، ولسه كمان هنحط عليها حاجه تانيه وهنشوف مع بعض. واحنا مع بعض دلوقتي هحط عليها معلقه صغيره من الملح. بصوا الملح ده يا جماعه بالذات بتاع البتنجان، دوقي دوقي عادي، دوقي طعم حلو ولا محتاج ملح. دلوقتي بقى جه وقت الليمون، هنزل عليه كده بالليمون، الليمون بيديله حمار كده ويخليه زي الفل.
واوعي ابدا ما تحطيش فلفل احمر، لازم يتحشى فلفل احمر علشان يديله لون حلو. لو حشتيه بفلفل بفلفل اخضر بس هتلاقيه من جوه اسود. دلوقتي ايه اللي انا بقول لكم هنزل عليه بالميه تاني؟ اللي هو قشر الليمون، اوعي ترميه. دلوقتي انا جبت علبه وهبتدي ان انا ارص فيها البتنجان بتاعي، عشان انا طبعا رايحه احطه في التلاجة. هو على فكره ممكن يتاكل دلوقتي، مفيش اي مشكله خالص، بس انا صراحه بحب احط يوم كده في التلاجة، بيدي طعم كده وبيشرب من الميه بتاعته والتتبيله كده وبيبقى تحفه. خلاص بعد ما خلصت كملت عصر الليمون على الكميه الباقيه، وعلى فكره عملت كميه تاني، الخلطه اللي انا عملتها في الاول دي ما كفتش الكيلو، رحت عملت زيها تاني، ودلوقتي هنزل عليه بالميه التحفه دي. شفتوا بقى الحلاوة والجمال ما شاء الله. وهنزل كمان بقشر الليمون على الوش وهتغطيها وبس كده. شفتي بقى الحلاوة ما شاء الله، ولا أروع ولا أسهل من كده. إن شاء الله الطريقة تعجبكم قوي، ويبقى خفيف جدا عن اللي هو المقلي. البتنجان المقلي طبعا أنا بحبه، بس قصدي أقول إن هو خفيف عن المقلي وأحسن من المخلات التانية كتير، ما بيبقاش فيه ملح ياما زيها، مش ناقصين بقى حبسة مية في جسمنا يعني، فهو مفيد صراحة. يلا يلا بينا على القصة بتاعتي النهاردة، ويا رب تعجبكم إن شاء الله. يلا بينا. بصوا حبايبي، حابة النهاردة أحكي لكم قصة جديدة، يا رب تكون القصص بتعجبكم. لو القصة بتعجبكم يا ريت تقولوا لي في التعليقات وتقولوا لي حلوة ولا لأ، وإيه رأيكم. النهاردة قصتنا عن واحدة جوزها اتجوز عليها من 15 سنة وهي كانت عارفة. المهم الراجل ده ربنا افتكره ومات، فايه بابا جه بعد العزا وكده قال لها يا بنتي انا عايزه اصرحك بحاجه. قالت له يا عمي انا عارفه كل حاجه. قال لها عارفه ايه؟ قالت له عارفه ان هو كان متجوز عليا من 15 سنه. قال لها غريبه، يعني ليه سكتتي المده دي كلها؟ قالت له علشان انا لو كنت قلت له كان هيقسم الايام بينا، وكان هيخلي ان هو يوم ما انا ازعله هيروح يقعد معاها، اما انا بكده كان هو دايما خايف مني، كان دايما في بيته، كان بيعملني احسن معاملة عشان دايما حاسس بالذنب من ناحيتي. فان كيدهن عظيم. شايفين؟ انا رأيي يا جماعة بجد، لو انتي عندك، هي انا صراحة يعني انا كشرين انا موافقاها 100%، يعني بجد هي كده صح. انا مثلا انتي عندك ابنك او عندك اي حد بيعمل حاجة وهو مش قايلك عليها، والحاجة دي انت مش هتقدري تصلحيها خلاص، يعني خلاص هو امر وحتمي ان هو خلاص مش هتعرفي تصلحيه. يعني الكلام ده انا بقول على الحاجة اللي انت مش هتعرفي تصلحيها. المهم ان انت تعملي ايه؟ ما توجهوش، يعني مثلا ابنك او بنتك بيعمل حاجة غلط وانت عارفة مثلا ان هو مش هيعرف، مش هيغيرها خلاص، ما تروحيش بقى تقولي له اصلا انا عارفة ان انت بتعمل كذا. عارفة كده انت بتسهلي عليه الدنيا، بتخليه هيبقى الدنيا ماما عارفه او بابا عارف. اما لما طول الوقت تحسيه ان انت مش عارفه وتحاولي تصلحي من بعيد، هتلاقي نفسك والله بقى خايف، بقى مش عايز يعمل حاجه قدامك قلقان. فانا بس قلت الفت نظركم، مش عارفه وجهه نظري هتناسب ناس واكيد حد هيعترض، بس يا ريت تكتبوا لي في التعليقات بقى ايه رايكم. واسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.